بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنتحدث به عن التمدد المواد بالحرارة، ونذكركم كالعادة بالاشتراك بالقناة، ونشكر كل من دعمنا في الفترة السابقة وضغط زر لايك وفعل زر الجرس ليصله كل جديد. ونبدأ على بركة الله. فالتمدد هو في تعريفه هو الزيادة في أبعاد الجسم نتيجة زيادة في درجة الحرارة. وهنا يكون التمدد حسب الأنواع الثلاثة. طيب، هنا التمدد يكون عدة أنواع، ففي حسب أبعاد الجسم هو تمدد طولي أو تمدد سطحي أو تمدد حجم. التمدد الطولي وهو زيادة طول الجسم بزيادة درجة الحرارة، بينما التمدد السطحي وهو زيادة مساحة سطح الجسم بزيادة درجة الحرارة. التمدد الحجمي هو زيادة حجم الجسم بزيادة درجة الحرارة. إذن حسب نوع الزيادة في البعد من الأبعاد الثلاثة، الطول أو المساحة أو الحجم، يكون نوع التمدد. والتمدد في المواد الصلبة يكون في الثلاثة أنواع وهو طولي. فالتمدد في المواد الصلبة هو ثلاثة أنواع: الطولي والسطحي والحجمي. بينما التمدد في المواد السائلة والغازية يكون تمدد حجمي، لأن شكلها غير ثابت. هنا في سؤال فكر في صفحة 98: ماذا يحدث لفتحة في مسطرة فلزية عند زيادة درجة الحرارة؟ تقل مساحة الفتحة. لماذا؟ لأنه يحدث تمدد سطحي ويحدث التمدد في جميع في الأبعاد الداخلية والخارجية، فبالتالي تقل مساحة الفتحة. هنا علل: لابد أن يكون معامل تمدد الأسنان نفس معامل تمدد حشوة الأسنان. لماذا؟ لأنه لو كانت أقل، ونقصد هنا معامل تمدد حشوة الأسنان، فإن هذه الحشوة سوف تقع. ولو كانت معامل التمدد لحشوة الأسنان أكبر، فإن هذه الحشوة ستؤثر على السن وبالتالي يتعرض للانكسار. وهنا سنتحدث في جزئيين أو جزئية مهمة جدا في التمدد، وهو معامل التمدد الطولي ومعامل التمدد الحجمي. وهنا بالنسبة لمعامل التمدد الطولي ويرمز له بميم دال، ومعامل التمدد الحجمي وهو ميم حا. ففي تعريفه في معامل التمدد الطولي هو مقدار الزيادة في وحدة الأطوال، سواء كانت متر سنتي حسب الوحدة التي يعطيها لك من المادة عند زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة سلوزيوس. بينما معامل التمدد الحجمي في نفس التعريف، ولكن هو مقدار الزيادة في وحدة الحجوم، ووحدة الحجوم متر تكعيب، سنتيمتر تكعيب، متر لتر حسب الوحدة المعطاة لديك من المادة عند رفعها درجة سلوزيوس واحد. وفي القانون الذي نستخدمه سنرى عدة أمور. في الأمر الأول، لو لاحظنا أنه يمكن استخدام القانون الذي سنحصل عليه لوحدة التمدد، لكن في البداية لابد أن نتعرف أن معامل التمدد الطولي أو الحجمي وحدته درجة سلوزية أس سالب واحد أو واحد على درجة سلوزيوس، وتكون في المقام. وهنا القانون دلتا لام يتساوي ميم دال ضرب لام ضرب دلتا دال. وهنا دلتا لام وهو نقصد بها مقدار الزيادة في الأطوال، وتكون لام 2 ناقص لام 1، بحيث أن تكون لام 2 هي الزيادة في الطول بعد التمدد، بينما لام 1 وهو الطول الأصلي. وهنا
دلتا العام وهي مقدار الزيادة في الأطوال تساوي ميم دال، وأنا هنا نقصد معامل التمدد الطولي، ضرب لام هو الطول الأصلي ضرب دلتا دال وهو الفرق في درجة الحرارة بنفس القانون. لكن هنا دلتا ح تساوي ميم ح ضرب ح واحد ضرب دلتا دال، ودلتا ح نقصد فيها مقدار الزيادة في الحجم، وهنا ح اثنين ناقص ح واحد، بمعنى أن تكون ح اثنين هي مقدار الزيادة بعد التمدد، بينما ح واحد هو حجم الأصلي. وهنا ميم ح وهو معامل التمدد الحجمي، ح واحد الحجم الأصلي ودلتا دال الفرق في درجة الحرارة. طبعا هنا بالنسبة للعوامل، العوامل المؤثرة في التمدد الطولي هي نوع المادة، الطول الأصلي، الفرق في درجة الحرارة، بينما الطول أو معامل أو العوامل التي تؤثر في التمدد الحجمي هي نوع المادة والحجم الأصلي والفرق في درجة الحرارة. وهنا سنعرض عدة أمور، هنا سنعرض بعض أسئلة تعلل وصح وغلط تمدد المواد بالحرارة. وكما ترون هنا أن هل تتمدد الأجسام بالحرارة يعني زيادة الأطوال والمساحة سطحه وحجمها؟ صحيح، لأنه ثلاثة أنواع الطول والمساحة والحجم. يكون التمدد الأجسام الصلبة بالحرارة في جميع الاتجاهات، صحيح. يتناسب مقدار الزيادة في طول نتيجة تمدد الحرارة عكسيا مع مقدار التسخين، لا هذا غير صحيح لأن التمدد يكون بشكل طردي. يتناسب مقدار الزيادة في طول السلك نتيجة تمدد بالحرارة طرديا مع طول السلك، صحيح لأنه من العوامل التي تكون طرديا وهذا رأيناه في القانون. يختلف مقدار تمدد الأجسام حسب مقدار تسخينها لنفس عند مقادير متساوية عند نفس التسخين، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن المواد تختلف حسب معامل التمدد لكل مادة. عند ارتفاع حرارة السائل تتباعد جزئيات بعضها عن بعض مع بقاء كتلتها ثابتة، تقل طبعا صحيح تقل كثافة السائل عند تسخينه وتزداد عند تبريده لأنه يزداد الحجم، فبالتالي عند تقسيم الكتلة على الحجم يكون كثافة تقل. يمكن قياس درجة الغليان الماء بالميزان الكحول، طبعا هذه جزئية سنتعرض إليها في شرح الموازين الحرارة. في أسئلة تعلل على التمدد، تستخدم الأواني المصنوعة من البايركس في طهي الطعام بدلا من الأواني المصنوعة من الزجاج، لأن معامل التمدد الطولي له متغير وهو بالأساس أقل من معامل التمدد الخاص بالزجاج. يتكون الشريط الثنائي الفلز من مادتين مختلفتين فلزين. طبعا هذه من التطبيقات الموجودة، وهو من التطبيق شريط ثنائي الفلز والذي يستخدم في الثيرموستات، حتى لأن هذا المعامل عندما يكون مختلف فبالتالي يحدث تقوس، وهذا التقوس عند درجة الحرارة يؤدي إلى فصل التيار عند استخدامه في الثيرموستات. تترك فواصل بين قضبان السكة الحديدية حتى يتمدد دون أن يتقوس. تكون أسلاك الكهرباء مرتخية صيفا ومشدودة شتاء لأنها تتمدد بالحرارة صيفا وتنكمش بالبرودة شتاء. يسهل فتح غطاء المعدني المرطبان بعد وضعه تحت صنبور ماء ساخن، لأن الماء الساخن يعمل على تمدد المعدن، فبالتالي الغطاء المعدني يتمدد أكبر من معامل تمدد المرطبان، وبالتالي يؤدي إلى أن يحدث فراغ، هذا الفراغ يسهل عملية فتح غطاء المعدن المرطبان. تتمدد الأجسام المتشابهة في الطول والمصنوعة من مواد مختلفة عند تسخين نفس درجة الحرارة بمقادير مختلفة، لأن لكل مادة معامل تمدد يختلف عن هذه المادة، وهذا الذي تحدثنا عنه في هذه الجزئية أو جزئية المقارنة، وهذا نراه حسب القانون الموجود. يفصل السخان الكهرباء عن تسخين المادة لدرجة حرارة لأن وجود منظم الحرارة وهو الثيرموستات، وهو الذي يعتمد على شريط ثنائي الفلز، حيث أن شريط ثنائي الفلز يتقوس عند التمدد بسبب اختلاف المعامل التمدد لكل نوع وبالتالي يفصل التيار. يختلف مقدار التغير في حجم السوائل المختلفة عند تسخين نفس درجة حرارة لأن كل سائل معامل تمدد حجمي مختلف يعتمد على نوع السائل. لا تتجمد أعماق مياه البحار والمحيطات عند انخفاض درجة حرارها لأن تحدث ظاهرة شذوذ الماء فيتمدد الماء وبالتالي تقل كثافته فيرتفع للأعلى، بينما الماء السائل يتواجد في الأسفل، وهذا عند درجة حرارة أقل من 4
درجات مئوي. تتصدع الصخور التي يوجد بها شقوق عندما تهبط درجة حرارة الجو إلى ما دون الصفر، لأن الماء الموجود بها والذي يوجد بها الشقوق يتجمد ويزداد حجمه حسب ظاهرة شذوذ الماء، وبالتالي يضغط على الصخور من الداخل. ينخفض سطح الماء عند في الأنبوب الزجاجي عند وضع الدورق في حوض مباشرة، ثم يعود الصخور، لأن في البداية يتمدد الزجاج فيتسع لأنه يزداد حجمه، وبالتالي تنخفض ينخفض مستوى الماء، ومن ثم يسخن الماء ويتمدد ترتفع الحرارة. طبعا هنا ترون أن بعض أسئلة التي تتعلق بالتمدد، وحتى لا يكون الفيديو طويل سنركز على جزئيتين. معامل التمدد السطحي في المواد، وهنا نقصد في المواد الصلبة، يساوي ضعف معامل التمدد الطولي تقريبا، بينما معامل التمدد الحجمي يساوي ثلاثة أضعاف، آسف، معامل التمدد السطحي طبعا. هنا يرى عدة أسئلة من منظم الثيرموستات والمقدار، وهذه الأسئلة تستطيع أن تمر عليها وهي معروضة أمامكم حتى لا يكون الفيديو طويل. سنبدأ في شرح المسائل الحسابية. هنا نرى ما يتعلق بجزئيات المصطلحات الموجودة لدينا، لكن سنبدأ في حل المسائل الحسابية. قضيب من البرونز طوله 50 سنتي سخن إلى ذهب بحيث زادت درجة حرارته المخضرة 40 درجة سلوزي. إذا كان معامل التمدد للطول البرونز معطيك إياه، أحسب الزيادة في طول قضيب البرونز دلتا لام لام. هنا أردنا أن تكون بالمتر، لو أردت أن بالسنتي لابد أن يكون الجواب بالسنتي، لكن هنا أنا قمت باللام الأصلي لأنه يريد الزيادة في الطول، هو أراد دلتا لام بمعنى لام واحد نص، لأنه 50 سنتي نقسم على 100 لأنه نريد أن نحولها متر، لكن لو أردنا أن نجعلها بالسنتي لابد أن يكون الجواب النهائي بالسنتي. معامل التمدد الطولي معطى لديك، وفرق درجة الحرارة هو 40 درجة، فيكون الجواب بالمتر كما ترون أمام. وهنا السؤال آخر، وحجمه 4 لترات من مؤتمم بالإيسيتون ودرجة حرارته 12 درجة، فإذا ارتفع درجة حرارته إلى 37 درجة احسب حجم الإيسيتون المتدفق من الوعاء إذا كان معامل التمدد الحجمي للإيسيتون بالرقم الموجود أمامكم، وهنا تمدد حجمي، وبالتالي نستخدم دلتا ح، ح واحد في ميم ح ضرب دلتا دال، وهنا ح واحد وهي 4 لأنه استخدم 4 لترات، فبالتالي الجواب النهائي يكون باللتر لأن وحدة الحجم المستخدمة هي لتر. مملوء تماما بالإيسيتون بدرجة حرارة 12 درجة هنا، وضرب معامل التمدد المعطى لديك، وهنا درجة الحرارة دلتا دال دال 2 ناقص دال 1، دال 2 37، دال 1 هي 12، فبالتالي يكون الجواب 150 ضرب 10 أو سالب 4 لتر. هنا نفس السؤال لكن أعطاك الوحدة بالسنتي، فيكون نفس الحل لكن الجواب يكون بالسنتي، وهنا لم أرغب بتحويلها حتى يكون لديكم فكرة عن نمط الوحدات أو وحدات الحجوم عندما يتم تغيرها. هنا سؤال آخر، وهذه الأسئلة موجودة لديكم. طبعا في كثير من الأسئلة، طبعا معامل التمدد هنا النحاس 100 سنتي، لكن هنا نريد أن نذكر أن ميم دال يكون معطيها لديك نفس القانون بما أنه تمدد طولي، إذا نستخدم دلتا لام ضرب لام واحد ضرب ميم دال ضرب دلتا لام، لكن هنا أراد أن يحسب درجة الحرارة الخاصة بالفرن. طبعا نحن أعطاه الطول بعد الزيادة والطول الأصلي، وأداك معامل التمدد ونقصيه ويعطى لديك فيه، يتبقى ودال واحد معطى لديك، فتستطيع أن تحل بنفس الطريقة. وهنا سؤال من أسئلة الكتاب، ونعتذر عن عدم وضوح هذا السؤال، وهو من أسئلة الفصل، فسنقوم الآن بعرضه لكم بصورة أوضح. وهنا هذه إجابة السؤال وهنا عرض لحل سؤال 7 وسؤال 8 من أسئلة الفصل.
تكون في صفحة 106 في الكتاب القديم وصفحة 107 في الكتاب الجديد. وهنا هذان السؤالان وهو سؤال 7 وسؤال 8 يكونان على أسئلة التمدد. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفيديو، ولكن نريد منكم أن تكتبوا في التعليقات ما هي طريقة الشرح الأفضل لكم. هل أقوم بالشرح بطريقة التصوير الكتابة الشرح أم بالطريقة المعتادة؟ اكتبوا أي طريقة تفضلونها في التعليقات حتى أستطيع أن أحسن من جودة هذه الفيديوهات. ونرجو منكم إن كنتم تستفيدوا من هذه الفيديوهات أن تضغطوا زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.